أبنائنا بتوع النيابة الإدارية الحقيقة وعندهم حق، عندهم حالة من القلق الشديد. 70,000 شاب عندهم حالة من القلق الشديد، نفس القلق اللي موجود عند الشهر العقاري، نفس القلق اللي موجود عند بتوع المحاكم، نفس القلق الموجود عند حملة الدكتوراه والماجستير. فئات عديدة يفترض ان حقها انها تلاقي فرصة العمل. فلما يبقى عندي 70,000 اختبروا وامتحنوا وسابوا وراحوا وجم، وبعدين دلوقتي واقفين مفيش اي حركة. عملنا اتصالات عديدة، وفي اخر مرة الحقيقة كلمني المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والراجل قال احنا ما عندناش مانع والدرجات موجودة وان شاء الله بنشتغل في هذا الموضوع وربنا يكرم. الاسبوع ده قابلت رئيس الوزراء دكتور او المهندس شريف اسماعيل، قابلته واحنا في سينا لما رحنا مع سيادة الرئيس وكلمته، قلت له يا فندم حضرتك اديتني اكتر بالوعد والناس دي تعبت والشباب ده فاقد الاحساس بالوقت، الايام بتعدي وهو محلك سر. فقال لي قصدك ايه؟ قلت له مسابقة النيابة الادارية. قال لي قلت له يا فندم اخرتها ايه؟ قال لي انا هشوف ده وان شاء الله ما تقلقوش، وكتبها كملاحظة. طبعا انا اثق في رئيس الوزراء الحقيقة وفي حرصه وفي حماسه، وانا شفت الحماس ده فيه وانا بتكلم معاه، وعشان كده انا بتمنى ان احنا نكون خدنا الاجراءات العملية عشان ننتهي من هذه الازمة. بتمنى ان رئيس الوزراء يبشرنا بانه خلص الموضوع ده، اتمنى ان ده يتحقق عشان نشوف شبابنا وصل ايه. الحاجة التانية كمان كلمت مع سيادة رئيس الوزراء على عملة باسم الرئيس جمال عبد الناصر، لانه كان كلمني كلمت معاه واحنا في الاقصر قبل الاحتفال بموية عبد الناصر باكتر من 3 شهور. قلت له يا فندم زعيم جمال عبد الناصر يجب ان يكرم بعملة، اعمل سك عملة باسم جمال عبد الناصر. فوعد. حدث طبعا سفره لألمانيا ربنا يديله الصحة، ولكن ايضا وعدني وقال انه حذر تعليماته بحيث ان احنا ده نعمل في مطارات كتيرة باسماء زعماء كبار موجودة باساميهم، مطار شارل دي جول، مطار هواري بومادين، وكثير من المطارات. انا اتمنى اليوم اللي يجي ويبقى عندنا مطار جمال عبد الناصر يطلق اسم الزعيم الخالد الذي ضحى من اجل هذا الوطن على اسم مطار، فنخلد ذكراه بهذه الطريقة.